الاهتمام بالشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجياتها لبناء الإنسان المصري. تريد الدولة أهمية قصوى لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي. الحديث أكثر عن اهتمام الدولة بأبنائها من الشباب، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. أهلا بك أستاذ. أهلا رفعت بسيادك. وبنتحدث بسيادك. عن الشباب، يبقى هنتحدث عن الاهتمام البالغ اللي أولته الدولة والقيادة السياسية للشباب في هذه المرحلة. ما الذي عكس هذا الاهتمام؟ يعني إزاي الشباب اتغير، اتمكن من إيه، بقى موجود في إيه نتيجة هذا الاهتمام البالغ من قبل الدولة والقيادة السياسية؟ الحقيقة هي فترة ذهبية للشباب. الشباب بيعيش أزهى العصور الخاصة بتمكينه في مختلف المجالات. آخر حاجة أو أبرزها في الفترة الأخيرة القريبة هي التغيير الوزاري والتغيير في المحافظين. شاهدت التغييرات في الوزراء والمحافظين وجود أكبر عدد من الوزراء الشباب وأكبر عدد من نواب الوزراء ونواب المحافظين في سابقة لم تحدث من قبل. هذا عكس اهتمام الدولة بالشباب في المجال السياسي وتمكينهم من القرار وتولي المناصب والمسؤولية في مختلف المجالات. وجدنا محافظين من الشباب، نواب محافظين من الشباب أقل من 30، نواب وزراء، وزراء شباب، وهكذا. فده يؤكد عزم الدولة وعزم الرئيس على تمكين الشباب حتى يكون لهم في المستقبل القدرة على القيادة وتولي المسؤولية. لم يقتصر الأمر على هذا، التمكين امتد لمجالات مختلفة، اجتماعيا، اقتصاديا، تدريبيا، من خلال البرنامج الرئاسي، من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب، من خلال التمكين الاقتصادي في المشروعات الصغيرة وتوفير كل السبل لكي يتمكن الشباب من تحسين حياته من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهيات الصغر، توفير قروض، توفير دراسات جدوى في المجال الاجتماعي، توفير الإسكان الاجتماعي للشباب، نقل العشوائيات إلى مجال أو مكانة أفضل بكتير، كل ده لصالح الشباب في مختلف المجالات. طيب يعني ممكن نتكلم عن هذه النقط أو بعضها يمكن بشيء من التفصيل يا أستاذ رفعت، لكن عندي نقطة الحقيقة هامة أيضا. منتديات الشباب، ملتقى شباب العالم، أعتقد ده كمان فرق كثيرا في إدراك الشباب المصري وتعرف على يعني جنسيات أخرى، شباب من بلاد أخرى، ده بيعمل عصف ذهني يمكن بين الشباب وبعضها. كيف رأيت هذه الأهمية لعقد منتديات الشباب خصوصا شباب العالم؟ كيف استفاد الشباب المصري من هذه التجربة؟ هي هذه التجربة بدأت مبكرا بعد تولي الرئيس بفترة قصيرة، وهو رأى أن يكون هناك احتكاك مباشر وفعاليات ما بين الشباب المصري وشباب العالم. مصر استضافت عدد كبير من شباب العالم. أيوة. أدى هذا الأمر إلى تفهم الشباب في مختلف دول العالم لما يجري في مصر وكيف يفكر الشباب المصري وعقلية الشباب المصري وما يجري في مصر أو على أرض مصر من إنجازات شرحت وقدمت في هذه المؤتمرات التي كان فيها نوع من التفاعل بين الرئيس نفسه وبين الشباب حتى على مستوى كل دول العالم. ده أيضا أوجد، ويمكن التوصيات اللي كانت بتخرج أيضا من هذه المنتديات كان بيتم تنفيذها على أرض الواقع وتحول لقرارات فورا، بتنفذ فورا، وبالتالي بتجد من القوة والدفعة التي تجعلها تنفذ على كل المستويات في الدولة. وبالتالي وجد الشباب يعني قنوات متعددة لكي يعبر عن نفسه ويعبر عن طموحاته ويعبر عن أماله في المستقبل وكيف يمكن للشباب أن يعيش المستقبل في الحاضر. هذا ما حدث في مؤتمرات الشباب. يمكن حضرتك ذكرت يعني البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني لو اتكلمنا في النقطة دي هنلاقي
انه تم تخريج دفعات يعني معتبره من الشباب وعيين فاهمين في اشياء كثيره جدا، بيتبعوا الاسلوب العلمي عندما يفكرون في امر ما يعني، وهو ده يمكن اللي هيخلق هذا الجيل الجديد اللي هيتولى القياده بعد كده. وجود مثل هذه يعني الصروح التعليميه للشباب هي اكيد فرقت كتير جدا. الحقيقة هي تجربة متميزة وفريدة، وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب على غرار أكاديمية في فرنسا، وهي أكاديمية متطورة، وكذلك أكاديميتنا برضو متطورة، ونعلم جميعا أن البرامج التي تدرس فيها والتي يتم تدريب الشباب عليها على مستوى عالي من الحرفية، ويمارسها خبراء ومحترفون، يتخرج فيها الشباب في مستوى كبير من الثقافة والتدريب والتمكن من أدواته لممارسة القيادة في كل مجالاتها، في التحدث، في كتابة التقارير، في إجراء المناقشات والحوارات، في القدرة على الجدل، في قدرة في تفهم الأوضاع وتعميق الوعي لدى الشباب لكي يعرف ما يدور في بلاده وكيف يتعامل معه سواء في الحاضر أو في المستقبل. علشان تربي شاب يعني فاهم واعي عارف قضايا بلده عارف إزاي يوصل لحلول مبتكرة للمشكلات، لازم هنتكلم عن التعليم أيضا ليه علاقة بالشباب. أكيد. يا أستاذ رفعت أكيد. وما يتم في التعليم هو كثير، لو كلمنا عن الجامعات على سبيل المثال، لأنه يعني حصلت طفرة غير مسبوقة، وجود جامعات تكنولوجية، وجود جامعات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وجود تخصصات لم تكن موجودة من قبل في الجامعات وأصبحت لها صلة مباشرة بسوق العمل، كل ده يمكن هيفرق كتير جدا في مستوى إدراك وتعليم الشباب وتأهيلهم لمستقبلهم. أكيد هذه الجامعات بتأخذ بأساليب العلم الحديثة وخاصة في المجال التكنولوجي والفني، وهو ما تحتاجه الدولة في مجال التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتطويرها، وهو المستقبل. يعني تطوير الصناعة وتوطينها والأخذ بمجالات التكنولوجيا هو نوع من الاقتصاد المعرفي المتطور. أيوة. الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة جدا بإمكانيات يمكن أقل في التكلفة ولكنها عظيمة في العائد، وهذا ما يجعلنا نتعامل أو نساعد في تقليل الاستيراد الخاص بالخارج وزيادة الصادرات من خلال جودة الصناعة المصرية وجودة المنتج الخارج من الجامعات المصرية الذي ينتج هذه الصناعة. طيب يا أستاذ رفعت أخيرا، يعني لما نيجي نتكلم عن الصحافة والإعلام وأنت كاتب صحفي، هل استطاعت وسائل الإعلام المختلفة إبراز هذا الدور الجديد للشباب في جمهوريتنا الجديدة بالشكل المناسب، ولا إحنا محتاجين نبرز هذا الدور أكتر؟ لا، محتاجين أكتر الحقيقة. يعني هو الإنتاج أو الإفراز أكتر وأسرع، ربما يعني وسائل الإعلام تحاول ولكن ليس بالقدر الذي يتم إنجازه على أرض الواقع. ربما يكون خطوات تخريج الشباب والتعليم وكل ما يدور على أرض الوطن أسرع من وتيرة الإعلام. فحضرتك عايز ان الوتيرة تسرع كما تسرع كل المجالات الأخرى الخاصة بالشباب، تواكب حتى يظهر إنجازات الدولة وإنجازات القائمين من بدءا من السيد الرئيس على الدولة لكي يكافئوا معنويا على ما يقومون به، حتى يعرف المواطن ماذا يجري في بلاده، حتى يعرف المواطن مدى الجهد الذي بيبذل من القيادة السياسية والسادة المسؤولين على أرض الوطن. وبالتالي دور الإعلام يجب أن يتعاظم ويجب أن يكون أكبر من ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار أستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، شكرا لك. شكرا لسيادتك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.